تؤسس المملكه العربيه السعوديه لمرحله جديده من المشاريع التنمويه تمهيدا لرؤيه 2030 من هذه المشاريع وعد الشمال او مدينه وعد الشمال للصناعات التعدينيه، تعد من اكبر المدن الصناعيه في السعوديه وهي مدينه تعدينيه متكامله شمال شرق مدينه طريف في منطقه الحدود الشماليه للسعوديه. مجلس الوزراء السعودي كان خصص مساحه 290 كيلومترا مربعا لمدينه وعد الشمال الى جانب 150 كيلومترا مربعا لمشروع شركه معادن للصناعات الفوسفاتيه ومشاريعها الاخرى بذلك يكون اجمالي المساحات المخصصه للمدينه 440 كيلومترا مربعا يقدر حجم تحويه المنطقه بنحو 500 مليون طن من الفوسفات الخام اي نحو 7% من احتياطيات العالم المثبته شركه معادن نفذت المرحله الاولى من مشروع تطوير مدينه وعد الشمال الصناعيه وتتضمن البنيه التحتيه الاساسيه والمرحله الاولى من المدينه السكنيه ومرافقها بالتزامن مع انشاء مشروعها في المدينه وهو مجمع معادن وعد الشمال للفوسفات تبلغ طاقته الإنتاجية الكلية ثلاثة ملايين طن من فوسفات الأمونيوم سنويا كما خصصت أرض لأرامكو لتكون منطقة خدمات ومركز لدعم قطاع الغاز غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية الذي يدعم متطلبات المدينة المستقبلية من الطاقة حيث استثمرت أرامكو فيه حوالي 10.7 مليار ريال إضافة إلى مناطق أخرى للاستثمار في صناعات تحويلية إضافية ومحطتي توليد وتحويل تابعتين للشركه السعوديه للكهرباء ومنشات اخرى